المدة المحددة هو ما ذكرته اللجنة الوزارية للفتوى، وهو البروتوكول الذي اعتمده إخواننا الأطباء في اللجنة العلمية لمتابعة ورصد كوفيد. هذا المدة لكي لا يكون هناك وقت طويل في التجمع، ولكن الأئمة دائما يستجيبون إلى نداء الوزارة ولنداء الإدارة الوصية، ولم نجد أي معارضة من الأئمة، بالعكس هم يتعاملون معه. هناك من ربما من يختم قبل نصف ساعة، ليس أمرا مخيفا. وبعض الناس يقولون بأننا سنحاكم الأئمة الذين يخالفون، هذا كلام باطل يريدون به التشويش، ونحن براء من هذا الكلام.